dont leurs camarades ont déjà été abattus par leurs geôliers. Esdras Dikoumana. Au Bénin, des saisies de dizaines de milliers de munitions et les autorités qui s'en estiment confortées dans leur crainte d'une déstabilisation de l'État. Il y a 10 jours, la police a découvert 70 000 cartouches dans une voiture accidentée, tandis qu'au Togo, les forces de l'ordre en découvraient des centaines d'autres en route vers le Bénin. لا بعين المتفحص وأن يبحثوا عن مواطن وفيه من الخير الكثير ما يغنينا عن كتب الغرب وما شابه ذلك وللحديث بقية إن كان في الأمر بقية والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر يا هدف عينيها طيفك يا هوى خبرنا على بالك خبرنا يا هوى كلمة وما بالك نحن يا هوى لب عمرنا هوينا من جبل العرب إلى سهول حوران وإلى بادية الشام والجولان تابعونا على التردد 90.2 ميجاهرتز تربي في القوم الناجي مع طه والشهداء والصديقين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين ثبتنا يا ربي في هذا الوضع من عصاك أنت الرب ضل هاد يا حبيبي طال ريوان سيليكتا باني يا حبيبي فليس لي هم ولا غم للعاملين المدنيين والعسكريين وأربعون